اي حاجه عزت. وصل بوكيه؟ متاكد؟ حطيت فيه كارت؟ شكرا يا معز، شكرا. يا حبيبي ازاي؟ اه لا ما انا عارفك في الشركه مشغول يعني. طب ايه رايك؟ انت مش في مكتبك ولا ايه؟ لا يا فريد انا مش في مكتبي. طيب ما تدخلي المكتب كده. فريد يا حبيبي مش ممكن اللي انت بتعمله ده، مش طبيعي. انا في شغلي. المفروض ان انت كمان في شغلك، مش طبيعي تكون قاعد تتسلى عليا دلوقتي يا حبيبي. مش وقته. باي باي دلوقتي يا فريد. باي. فظيع، مش ممكن هيقفلني منه بجد. هو غالبا قفلني خلاص فعلا، مش راضي يديني سبيس، بيحاصرني. والله حرام عليكي، فريد ده بيحبك قوي، مش احسن من احمد جوز اللي بشوفه في البيت صدفه. لا مش احسن على فكره، ومش بقول برضو ان احمد صح، بس في حل وسط يعني. يعني انا عايزه افهم ايه الظريف في حياتي مع فريد؟ ايه الانترستنج مثلا؟ ما هو مش حلو ان يبقى كتاب مفتوح قدامه كده طول الوقت وهو كمان نفس الشيء بالنسبه لي. دي مش حاجه حلوه. انا نفسي يديني وقتي، يعني يديني فرصه اقول هو فين مع مين، اغير عليه، احس انه وحشني فابقى عايزه اكلمه. لا هو ما بيدينيش فرصه حتى يوحشني. الو، ايه يا رشروشه، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ لا يا حياتي مفيش مشكله، انا عارفه ان كان معاكي ويتنج، مش مشكله. بقولك انا عايزه اشوفك انا ورندا وواحده صاحبتنا. انا ممكن استحمل اي حاجه في الدنيا غير انك تزعلي مني فريد. حبيبي يا فريد اخص عليا شكل زفت. فريد يا فريد راح فين؟ الو ايه انت فينك؟ انا في البيت. ميرسي حبيبي على الورد، وسوري يعني اني كنت بايخه معاك شويه وعصبيه، كان عندي مشكله في الشغل بس خلاص يعني. بقول لك ايه، ما تيجي نخرج بالليل نروح سينما؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا فريد؟ معلش اتاخرت عليكي، هاخد دش بسرعه والبس في ثواني كده، وكده كده احنا حفله عشاء لسه عندنا وقت. فريد سوري حبيبي انا نسيت موضوع السينما ده خالص، انا لازم انزل اقابل نهله وفيروز وواحده كمان صاحبتنا كده. انت مش قلتيلي هنروح سينما مع بعض؟ ما انت مش فاهم، صاحبتنا دي كانت متفقه معانا على خروجه، بعد كده هي رجعت اجلت، وبعد كده رجعت قالت اوكي نخرج، عملت لخبطه كده يعني. انا حقيقي مش عارفه ازاي فصلت واتفقت معاهم على الخروجه دي، نسيت ان احنا اتفقنا ندخل سينما. مش مشكله. طب ماشي اعتذر. لا يا حبيبي مش هينفع، معلش انا خلاص كلمت فيروز واكدت على نهله، نبقى نعمل كده يوم تاني. يوم تاني؟ اه ماشي مفيش مشكلة. مفيش مشكلة، دراما بيموت في النكد، فظيع. فيروز في حاجات كتير قوي بتدل على الخيانة، والست الشاطرة حتى لو شوية تقدر تعرفها بمنتهى السهولة لو شغلت عقلها. طب ايه هي العلامات دي بقى؟ حاجات كتير قوي، يعني مثلا خروجه من البيت كتير، اختفاءه فترات طويلة بدون أي سبب، طريقة تعامله مع موبايله، يعني حاجات كتير قوي. لا حاجات كلها مش في جوزي الحمد لله. أنا شخصياً جوزي لو عليه عايز يقعد في وشي 24 ساعة. شفتي بقى إنه مش كل الرجالة خاينة. طب أنت يا فيروز جوزك كده؟ لا مش كده، بس أنا عارفة إنه مش بيخوني. طب قولي لي تعرفي جوزك فين؟ مين يعرف؟ أنا عن نفسي جوزي في الصين أساساً، وانا جوزي سايباه في البيت. وانت يا فيروز؟ انا عرفت ان جوزك يبقى هاني عرفات. تعرفي هو فين دلوقتي؟ عنده مواعيد. مواعيد؟ دي اكتر كلمه بيستخدمها الرجال. برافو. طب ويا ترى المواعيد دي بقى مش جايز تكون مع واحده تانية؟ لا مش مع واحده تانية. ايه ده؟ انت جيت تاني ازاي؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ دي احلى مفاجاه في الدنيا.
بجد يا فريدة، انا كنت هبقى عبيطة لو ما سمعتش كلامك زمان. حبيبتي انا راجل في كلمتي، اي حرف او كلمة اقولها لازم ابقى قدها. تحبني يا فريد؟ بحبك قوي يا عبير. طب ورندا؟ رندا بحبها، بحبها وما اقدرش اسيبها، وقلت لك مليون مرة لو عايزانا ابقى سعادة مع بعض مالكيش دعوة بحد تاني. فريد عادي يعني، ما هي ضرتي ولازم اجيب سيرتها. وانا مش عايزك تتدخلي في اللي مالكيش فيه، ما تخلينيش هندم اني جيت. طب خلاص ما تزعلش. وليد نام؟ خلص مذاكرته مستنيين. طب تعالي نخش نقول كلمتين. تعالي. مشكلتي ان فريد مش راضي يديني سبيس في حياتي، يعني عايز يفضل طول الوقت معايا. اه بس لو بتحبيه وانا عارفه انك بتحبيه، يبقى المفروض ان دي تبقى حاجه كويسه ولا ايه؟ يبقى جوزك ده مش من النوع الجاذب للستات، يعني مش اتراكتف، والنوع ده ما بيصدق يشوف واحده حلوه بصيت له، ساعتها بيمسك فيها وما بيسيبهاش، لانها اكيد بتبقى فرصته الوحيده. لا خالص على فكره، انا جوزي مش راجل شكله وحش، انا جوزي شكله حلو جدا، صح يا فيروز؟ طبعا. ممكن يكون شكله حلو بس مش سبايسي، مش من النوع اللي يعجب الستات، عكس جوز فيروز. انت شايفه ان جوزي سبايسي؟ لذيذه قوي صاحبتكم دي. من غير تريقه، انا عارفه هاني عرفات كويس، من النوع اللي بيعجب الستات، يعني عكس جوز رندا مثلا. انت ما تعرفيش جوزي اصلا عشان تتكلمي عليه الكلام ده. يا حبيبتي من غير ما اعرفه، الرجاله كلهم خانين، والراجل اللي ما خانش يعني ما جاتلوش الفرصه، واول ما تجيله فرصه مش هيتاخر. لا على فكره كلامك مش مظبوط، انا واثقه جدا في فريد جوزي، يعني لو شفته بعيني مش هصدق. اه فعلا ده فريد ده غلبان قوي، مش بتاع الحاجات دي. غلبان هو ده، لان الراجل الغلبان ما بيعجبش ستات، يعني مثلا احمد جوز نهله مش غلبان ابدا. لا احمد جوزي ده انا رميت طوبته من زمان قوي، ما بيفرقليش اصلا، لاني واثقه متاكده انه بيخونها. طلبت اتطلق 100 مره. اعتقد بقى الست لما تكتشف ان جوزها بيخونها تطلب ان هي تتطلق وما تكملش معاه، ولا ايه يا فيروز؟ اه طبعا، بس الحمد لله انا جوزي مش بيخوني. وانا بقول لك بقى ان جوزك بيخونك. طب وانتي مالك؟ انتي بقيتي اجريسيف قوي كده ليه؟ مش اجريسيف ولا حاجه، بس بصراحه ما احبش حد يتدخل في حياتي. وسوري يعني كلامك مستفز قوي وغريب جدا. بعد اذنكم انا همشي. ايه ده؟ انتي زودتيها قوي على فكره. الله، انتوا مش كنتوا عاوزيني ابلغها باي شكل؟ وايه التنظير الفظيع اللي انتي فيه ده؟ مش كل حاجه بتقوليها صح على فكره. انا جوزي راجل شكله حلو جدا واتراكتيف، وكان خاطب قبل كده على فكره. هي اكيد بنت عمه يا بنت خالته، واكيد هي اللي سابته. ايه ده انت عرفتي ازاي؟ انا ما قلتلهاش على فكره. وبعدين انت متضايقه ليه؟ هو حد يطول ان جوزه يكون غلبان؟ ده غلبان قوي يا رشا، اقسم بالله غلبان وعسل. هو لو ما كانش غلبان كان زمانها بتلف حوالين نفسها. طب ممكن نمشي بقى، انا تعبت، جالي صداع نصفي. بس صدقيني الست دي نرفزتني فعلا. ايه الكلام اللي هي قالته على فريد جوزي ده؟ يا بنتي دي واحده مش طبيعيه، فظيعه. طب بقول لك يا فيروز، هو انت بجد شايفه ان فريد جوزي مش جذاب؟ يا بنتي فريد كويس جدا، سيبك منها دي مجنونه. بس هي عندها حق شويه برضو، انا فعلا اتجوزت فريد عشان هو طيب، انما فعلا شخصيته مش جذابه خالص. هي صح حتى لو كده، بس واخد باله منك وبيحبك وده الاهم. فيروز انت عارفه انا عشان اعرف اقعد القعده دي معاكوا عملت ايه؟ اتعمدت اعمل الموبايل سايلنت وما بصيتش فيه خالص، وفعلا اول ما شفت التليفون عارفه لقيته طالبني كام مره؟ 15 مره. طب ما تقولي له يخف شويه. قلت له والله قلت له اتفضلي اهو بيتصل. ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ هو بليز جاي. ايوه يا فريد. ايه يا روحي؟ قولي لي حبيبتي جاي امتى؟ ربع ساعه وراجعه يا حبيبي. ايه ده فعلا؟ ماشي يا حبيبي مستنيكي. سلام. باي. انت هتمشي؟ اه حبيبتي لازم امشي. هعدي عليكي بكره بعد الشغل، وجايزه شنطتك هاخدك يومين كده اسوان احمصك. هنسافر؟ خلص القضيه اول يوم الصبح وبعد كده انا وانتي، ومش بس كده. ايه؟ ده كمان لو كسبت القضيه دي عندي هدايا. هتجيب لي ايه يا فريد؟ انا جبت خلاص. طب جبت ايه؟ فريد انت جبت الخاتم؟ بس مش هديه لي غير لما اكمل بقيه الطبق. ماشي. فريد انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. حبيبتي طول ما انت بتسمعي كلامي ومريحاني مش هتندمي ابدا. يلا سيبيني امشي. طيب باي باي.
يا حبيبي بتعملي ايه؟ قاعده. قولي انت نزلت؟ نزلت هنا كده بس، رحت لمراتي التانيه وجيت على طول. مش بهزر بجد، انت نزلت ورجعت؟ انت شايفه ان الاوضه متوضبه زي ما هي والليفين كمان ما اتفتحش، عشان كده بسال. نزلت. دي احلى. نزلت اجيب لك ده. حلو بس مش ستايلي خالص. ليه يا حبيبي؟ ده شيك قوي. بس مش ذوقي خالص يا فريد. طب خلاص حبيبي هرجعه اجيب لك حاجه تانية. انت جايبهولي عشان الانيفرساري بتاعنا؟ بصراحه لا، انا كنت جايبهولك عشان اليومين اللي فاتوا دول انا عارف ان ضايقتك قوي وبوظت لك مودك، بس طالما كده ولا كده ما عجبكيش خلاص غيره بحاجه احلى واكبر عشان عيد جوازنا برضه زي ما انت بتقولي. بقالنا 8 سنين متجوزين. اجمل 8 سنين في حياتي. بس عمرك ما قلت لي عن علاقاتك قبل الجواز. ليه دايما بحس انك مش عايز تتكلم؟ ليه يا حبيبتي؟ ما انت عارفه قصه قرايه فتحتي على بنت عمي. انا عارفه القصه دي، انا قصدي يعني قبلها بعدها. عمرك ما صاحبت مثلا؟ يا حبيبتي انا عمري ما حبيت غيرك ولا كان ليا علاقه مع اي ست قبلك. ايوه يعني عمر ما في ست اعجبت بيك عكستك مثلا؟ لا خالص. هو انت مالك بتنكر قوي كده ليه؟ كانها ميزه فيك مثلا. على فكره دي مش حاجه حلوه. بالعكس انا شايف ان دي اهم ميزه فيا. انا طول عمري راجل مستقيم، مش ممكن اقيم علاقه مع واحده ست بره اطار محترم اللي هو الجواز. طب يعني لما انا وانت خلفتنا اتاخرت عمرك ما فكرت تبص لست تانيه؟ اي واحده تلفت نظرك يعني؟ يعني عشان انت كنت متحمس للخلفه قبل الجواز. حبيبتي انا وانت طبيا ما فيناش اي حاجه، انما ليه ربنا اخر الخلفه قوي كده؟ دي حكمته. بعدين حتى لو كان في حاجه، وحتى لو الحاجه دي فيك انت، انا مش ممكن اسيبك. ايوه بس انت في الشغل اكيد بتقابل ستات كتير، واكيد في منهم كتير حلوين. عمر ما واحده عجبتك او اعجبت بيك؟ يعني طبيعي يكون حد منهم اعجب بيك، يعني ما انت شكلك حلو كراجل. متشكر بس انت مالك بقى فيكي ايه النهارده؟ رد عليا يا فريد، عمر ما واحده اعجبت بيك؟ ما حصلش. يعني انا المتخلفه الوحيده يا اخي؟ قول لي حصل. هو انا يعني متجوزه راجل وحش قوي للدرجه دي ما يتبصلوش؟ ما تكذب عليا شويه يا اخي. هكذب عليكي؟ ما انا ليل نهار بكذب عليكي.